الذين يطلعون الحقيقة، الذين هم نورة الشعب، الذين ينقلون الشعوب بين بعض وينقلون صور وصوت، وبيض الله هذا الشيء الطيب وبالأمن والأمان. الله يخلي لنا دولتنا حكومة خادم الحرمين الشريفين الذي يبعثنا متعته أهل الشمال يتواصلون مع أهل الجنوب ويتواصلون مع أهل الشرق بأمان، حتى السلاح ما هو معنا لله الحمد، وكل واحد يدخل بيت واحد آمن. نشكرهم إن شاء الله. الله يعني أقف أمامكم في هذا الجمع الكبير في قدره وعدده من جميع القبائل بضيافة أخوي الشيخ فايد بن طشحر الشراري. نعم. وأشكر 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 الشيخ سعود بن مناحي السراح. الله يبارك فيك. وأشكر كذلك الشيخ الذي له فضل كبير رئيس بلدية طبرجة سابقا أخونا حماد المرخان حفظه الله. وأشكر الجميع وكذلك أخوانا اللي معنا الشيخ بسام السعي الخالدي والشيخ صيجان والشيخ رسمي والشباب كلهم الله يبارك فيهم. الله يحييك. ولا يفوتني شكر أخوي ممدوح بن عوض بن صحن الغضوري الشاعر الكبير الذي ترك مشاغله وحضر وصفي الخالدي كذلك الله يحييهم جميعا. ونعم والله الله يحييه ما سلم عليه هذا سلم المعزيز لازم نسلم عليه الحين الله يحييه. هلا هلا هذا له قناه اعلاميه على حياتنا هلا بينها وبين بعضها ما شاء الله واكثر من 2 مليون ما شاء الله. اي والله فارس القمح شاعر الانصاف شاعر الانصاف فلاح بن سالم الصنع الذي دائما له ايادي بيضاء في كل موقف وبارك الله فيه وبارك الله في الجميع وحفظكم الله وشكرا لكم. يا هلا يا هلا حياكم الله. انتم ليس ضيوف،
انتم اصحاب محل الله نحييكم، الرجال اللي تواصل الرجال هذه تعتبر اصحاب محل الله نحييهم، اللي من دول الخليج واللي من اهل النجد واللي من اهل مكه المكرمه واللي من غرب المملكه واللي من شرقها واللي من جنوبها واللي من شمالها بدون عدد، الله نحييكم ونحمد الله على هذه النعمة. أول شيء الله سبحانه وتعالى أعطانا نعمة في هذه السنة وفي كل السنين اللي هي الربيع بكل مكان. وثانيا نشكر ولاة أمرنا خادم الحرمين الشريفين وولي عهد الأمير وكذلك حكام دول الخليج الذين متكاتفين بأيدي واحدة، نشكرهم ونشكر الشعوب العربية والشعوب الخليجية الذين يتواصلون مع بعض. والله يحفظنا حكامنا جميع، ويا هلا ويا سهلا ويا هلا بالجميع. مرحبا بسياح الجوس انت الدحم، فاح صدري مثل فاح المبخرة، اقلط على فقار من شحم والدلال ملقمة ومبهرة، في المضوف المعتبر والمحترم في بلاط جعلنا ما نخسره، شيدوه اهل العزايم بالعزم واعتل البنيان صخرة وحجرة، واعتل البنيان صخرة وحجرة، عاش صرح شام خما ينهدم ثابت ما هو بلمعة منظرة، دي بلادي في هواها مدهم جعل يكتبها العدو في محضرة، المكارم والمروة والشيام سطرت فينا بلا مسطرة، مملكة أركانها دين وقيام ساجدا لله وحمده واشكره، ساجدا لله وحمده واشكره، قاده تسلم وقاده تستلم أسرة ما زعزعت هالشوشره، الحكم موجود في بيت الحكم والعدامة تتسع المقبره، رافع الراس ورفرف يا علام محترق في الراس ناوي انهش عره، يطرخ الاخضر على روس القمام والشهاده بالخير جميعا. أنا متنومس ومتشرف الليلة بوجودي بينكم، وأحب أهل الشمال أهل الكرم والشجاعة والطيب، والليلة عندنا ضيوف من البحرين هم ضيوفنا كل بولا سعودية جميع الضبايط، والحمد لله والشكر لله عز وجل في هذا الزمن في الأمن اللي احنا فيه وحكومة الرشيدة أصبحت جميع الضبايط قبيلة واحدة، وشيخنا سلمان بن عبد العزيز، ويجب علينا كلنا ان نحث عيالنا واخواننا واصدقائنا كلنا على توحيد الكلمه والصف مع الدوله حتى نكون درع واقي لبلدنا من الاعداء، واكيد انتم فيكم الخير والبركه ولا تحتاجون توصيه، وفيكم الولاء وفيكم الطاعه وفيكم كل العلوم الغانمه. حبيت ابدي الكلمه القصيره هذه واتشرف بوجودي بينكم، وإن شاء الله بإذن الله تكونوا متابعين بعد قناتي فيها الأشياء اللي تصلح للبدو وتصلح له. أنا بدوي ومن قبيلة وما نزل في قناتي إلا شيء يسر القبائل ويسر البدو. الله يطول عماركم إن شاء الله. أنا متنومس متشرف بوجودي بينكم الليلة. شكرا للجميع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وطنيات عندي واجد، لكن عندي وطنيتنا عالية. الوطن حق علينا كلنا. نعم. الشيء الثاني أنا بضيف لأخونا اللي هو أبو سامي القمي العفراني، راعي الموقع اللي موقع مميز في التيوب، وهو مواقع له قنوات وينشر، والرجال هذا رجل غانم، كل قبيلة يروح لها ويتعنى، هو ساكن في جدة يروح الجنوب يروح الشمال ويضيف ويوثق أشياء، وهذا والله أنا من الناس اللي متابعين الموقع الطيب، ورجل يعني ما عنده رجل وطني يقول الوطن القبيلة واحدة، وشيخنا الملك سلمان بن عبد العزيز، وهذه نظرة صحيحة ونظرة. أقول قصيدة في عهد الملك عبد الله أيامه غفر الله له، أقول سلام يا درع البلاد وسندها، يا ابن الزعيم اللي نجح في الزعامة، يا ابن الذي داوى الجروح وضمدها ووحد النرايات والعدل أقامه، أسس قواعدها وشيد عمدها،
ولبس على المرعز وسام الكرامة صقر الجزيرة غيثها عنك أدها زيزوم نجد اللي رفيع مقامه عشنا وعاشت مملكتنا رغدها من يوم حل زمامها باستلامه هي مملكتنا وين يا خليفة فهدها ولكم الولى الصادق ولكم الإمامة كلمة رجال ما تغير وعدها عهدها من عهدها الماضي اليوم القيامة ربعي بني وايل تجدد عهدها وتثري مواثيق الولى والتزامه يا سيدي يا عز نجد وسعدها يا قمت المجد العظيم وسنامه شيخ صفاتك كل منصب حمدها أنت الشجاعة والكرم والشهامة بك تعتزي روس زمنها ضهدها من مشرق العالم القصر اليمامة وللشعب نفسك ما ذخرت بجهدها كم زلت عن وجه الحزين الغمامة يمناك ماطرها يسابق رعدها ترفع بها العاجز وتجبر عظامه وليحتد الماقف وخصمك عقدها تنقض وحفتلك ما يحل بترامه في هيبتك سقم العيون ورمدها وفي عزتك مجد تبني خيامه جزل المزايا فيك محصي عددها يا غيث من حد زمانه وضامه يا سيدي كلمة ولا ما بعدها نثني بها لك وانت مرفوع هامة مهمنا حقد الرخوم وحسدها يموت حاسدنا بدامس ظلامه ومن باق عهده والجمايل جحدها ما فاد فوده ولا تحقق مرامه أنكر وفم من شالته فوق يدها ونسى لبنها بعد مكمل فطامة والأم لنجهرد من ولدها تبقى بعزه ويقل احترامه عقول بها غرر وخانت بلدها وش كسبهم غير الخزة والملامة حصيلهم ضيم الحياة ونكدها وفلاخرة مردهم للندامهم من قال نجدوا عن وفانا نشدها تنبيح المجد لبسنا وسامه انصبت كبر المصايب بردها دون الوطن ناقف بحزم وصرام وسلامة السامعين عيش والله والوطن كلنا لنا حق. أتيت من مملكة البحرين ممثلا للمملكة مملكة البحرين والمملكة الأردنية الهاشمية لقيود بالدولتين ويشرفني أتيت إلى بلد الأم إلي أبيات شعر على المغفور له سيدي الأمير سلطان ابن عبد العزيز عند عودته من العلاج رحمة الله عليه. أقول منه من حكام العرب مثل سلطان منه من حكام العرب مثل سلطان 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 العرب والعروبة سلطان أبو خالد ما غير سلطان 20 دولة والعرب يحتموه. منه من حكام العرب مثل سلطان 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 العرب والعروبة سلطان أبو خالد ما غير سلطان 20 دولة والعرب يحتموه. يا ناس قولوا لي من مثل سلطان ما سجل التاريخ مثل حجوبة. يا ناس قولوا لي من مثل سلطان ما سجل التاريخ مثل عجوبة وأخوه عبد الله ونايف وسلمان وهذا ولد عبد العزيز الضروبة وعبد الله الثاني سلايا لك حيلان و60 نعمة بالشريف الرقوبة وحمد ولد عيسى صيرا بلكوان بالطيب والمعروف كل حكوبة. يا ناس قولوا لي من مثل سلطان ما سجل التاريخ مثل عجوبة بسام خلف الساعي الخالدي. الله يمسيكم بالخير جميعا. الليلة احنا بضيافة الأخ فايد الشراري ونعم المضيف ونعم الرجل ونعم من قبيلة عزيزة على الجميع. والحقيقة أن الشرارات مواقفهم غانمة وعرفنا منهم المواقف الطيبة اللي والله العظيم أنها فخر لكل القبائل كرم ورفقة وخوة. والحقيقة عندي أبيات بأخونا الشرارات. أنا قد سويت قصيدة ملحمة في الشرارات وعند أعطيتها عايد بن فنيخر الشراري. أنا والله ماني بحافظها لكن عندي أبيات بالأخوي الغالي العزيز بالأخوي الغالي موسى بن عشيشان الشرار يقول لي يا رفيق من رجال الشرارات أغليه وأغلي كل طيب شراري موسى سيل المجد رع الجمالات وافي وليه عندي قدر واعتباري رع المواقف والوفا والمهمات لبار بالرفقة قريب المحاري وبرياضي لعلومه شريفات ولطيب في وجه المشبب مواري صدفة صدفته قبل عدة سنوات وحصلت لي حرا على الطيب ضاري رع المضيف اللي جنوب القريات لصار المعروف بايع وشاري رع المضيف اللي جنوب القريات لصار المعروف بايع وشاري طيب طبيعي ما يجي في الحيالات معدن ذهب ما هو معدن تجاري. وسلامة.
انتم جبتوها بالدور وكل واحد لازم يقصد ولازم، وانا والله ماني شاعر. انا والدي رحمه الله مات توفى عام 33، وبعد ما انتهى العزاء في بيته وعند امهاتي روحت انا وعيالي في بيتنا، ويوم جت الليله الرابعه كان ولدي وقال لي ابو انت حول الساعه 3 ليه ما تنام؟ ما يجي الصبح. قلت والله انا ان شاء الله انا. قال له وش اسوي لك وش اسوي لك وش فيه؟ قلت ابوك يا تركي بدا ليله اثنين والناس في لذة كراهه تعومي، عي الفجر ياتي وانا اقول يا عين نام وجازة مالها في الشوم، النار شبه لا تخليه بعدين يحلو شبتها هاك الجروم، واليظلمة والجمر فيها سننين قدم لها مقدارها بالبهوم، البن وزه وسطها وحمسه زين واللي يعرق البن وزه وسطها وحمسه زين واللي يعرق تكفه على النار دومي، يكفي محماسه لطاها ابن رين وحذراك لحرقه ولا بهسهوم، ودقها بنجري يسمعونها مصلين لو كان مذنهم طول يقوم، واللي طبخ ثم مستوى وجاك ريحين فحق يركض وعطها الهيل كوم، وعطني كانك صفيت ابني فين هذا امناك وما بقى ما يدوم، ولا صبغ له رونق الطوس الصين يبعد هموم يهموم يلوم، واشوف لا تركي بهالوقت نوعا يخفيها ونوعا يهوم، ونوعا على غير الجدي مشوين ما يدري انه تايه وهم حرور، لا ترجع النفس لو انه بلد رخص نفسه ولا مهزوم، والظن لا تبدي حتى الجريبين والمدير يحضر خصير محشوم، وبنت الردي لا تاخذه لو بها زين يجي ولدها مثل جده اخوه، وشفت لك ضوء خلطهم غليل ارفع مقامك لا تخط رسومي، واكرم ضيفك لو تقرب موعين قوله بميسورك وقضي اللزوم، ومن لازم المسجد يا اما مصلين خلقها الشهوده وزان العلوم، وشفتها قامت تجانب على الشيخ برده ينبعها ولو هي بحوم، وفقن وخلك قلب حينا بعد حين، واعرف مكان السير هو نجوم، تجيك ساعه يسالونك الى وين الشمس راضت والسماء بها عيون وسلامتكم. يا سلام صفة 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 بس لو ما تردونا صفة الله ربي يا هلا لا يا حليب يا برد تعال صفة صفة يا شعب صفة صفة ها
أشكر الكبير وأشكر أخوي الإعلامي العفراني أبو سامي الذي حضر. السلام على أهل الجوف وأحياء حفلهم وبحيث أنه يدري كم تنبيها مرأة. وأشكر أخوي سيجان المحر من البحرين، أشكر على تعبيه. وأشكر أخوي كلكم الله محييكم يا اهل والخبر. مرحبا بك يا اهل جوسه الدحم، فاح صدري مثل فاح المبخره، اقلط على فقار من شحم والدلال ملقمه ومبهره. في المضوف المعتبر والمحترم في بلاط جعلنا ما نخسره، شيدوه اهل العزايم بالعزم واعتلى البنيان صخره واحجره. الحكم موجود في بيتك.